السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنشرح الجزء الخاص بالماجنتيك سيركت، واللي فيه هنتعرض لشيت 2 إن شاء الله. عندكم هو مسألة واحدة تقريبا أو مسألتين، وهم ببساطة يعني ما فيهمش أي حاجة، بس هنتكلم شوية قبل ما نخش في المسائل، نحكي شوية كونسبتس كده مع بعض، إن شاء الله نخش بعد كده نحل المسائل. في فيديو تاني أنا عامله يخص بعض المسائل زيادة ليكوا، يعني لو حد حابب يبص عليها برضه ويبقى ايه، هبقى اديله اللينك ان شاء الله، وفيها تفاصيل اكتر من ناحيه الشرح، لان المسائل اللي عندكم بسيطه جدا، واحب ان يعني انتوا تشوفوا مسائل اكتر او كده يعني. فباذن الله هدي المندوب اللينك بحيث ان انتوا تشوفوها مع المساله او المسالتين اللي عندكم في الشيت، برضه هيبقوا ايه، هيبقوا كويس، إيه ريفيجن كويس ليكم يعني ان شاء الله. نبدا نتكلم كده شويه، هو ايه الماجنتيك سيركت دي؟ احنا بداية عارفين ان انا كان عندي الالكتريك سيركت او الدوائر الكهربية، ففي حاجة مناظرة ليها برضو، حاجة اسمها الماجنتيك سيركتس. في تشابه ما بين الاتنين كبير جدا، يكاد يكون تقريبا نفس المصطلحات او نفس الشكل في كل حاجه، بس اختلاف بعض المصطلحات او اختلاف بعض الرموز يعني. فانت في الدائره الكهربائيه كنت بتقول ان انت مثلا عندك سبيل المثال في فولتج سورس بالاسلوب ده، في فولت، وفي مثلا هنا مقاومه سميها وليكن R1، في عندي مثلا مقاومه R2، وفي تيار ماشي في الدائره بتاعتك، وكانت العلاقه بتاعتك ان VS تساوي الاي، وإن الاتنين دول على التوالي، فكنت بتقول R1 زائد R2، بس كده. طيب كنا بنرسم زي مثلث ظريف كده بيعبر عن العلاقة ما بين الفولت والتيار والمقاومة، ده اللي هو كنا بنسميه قانون أوم. فبنقول هنا ده الفولت، ده التيار، ده الريزيستنس. فالفولت هو بيساوي إيه؟ ضرب الآي في الآر، والآر بتساوي الفي على الآي، وكذلك الآي بتساوي الفي أوفر الآر، بس كده. طبعا هنا اقصد التوتال ار، يعني دي كده الار توتال اللي هي مجموع الاثنين يعني. مثلا نفس المنطق ده انا عندي في الدوائر المغناطيسيه، لو كان هنا التيار الكهربي بيمر في سلك، وكان في فولت هنا بيعبر عنه بطاريه محطوطه، والريزيستنس دي بتعبر عنها احمال موجوده، عندي نفس الكلام ده في الدوائر المغناطيسيه، بيبقى حاجه زي قلب حديد كده، ماجنتيك كور. الماجنتيك كور ده يعني ده اللي بيبقى عندك في معظم الأحيان يعني، بيبقى حاجة كده. نفترض مثلا حاجة بالشكل ده، ويقول لك والله أنا عندي ده قلب حديد فيه زي كويل كده ملفوف عليه. طبعا هي الفكرة بتاعت الماجنتيك سيركتس دي إيه فايدتها أصلا؟ اتبنى على أساسها الترانسفورمرز يعني، كانت أول حاجة اتعمل على أساسها فكرة الترانسفورمرز، فهي حاجة مهمة جدا يعني. طيب فالترنس دي ملفوفة على القلب الحديد بالشكل ده، وفي تيار بيمر، والتيار ده لما بيمر بيولد حاجة اسمها فلكس. طب الفلكس ده طبعا باستخدام قاعدة اللي انتوا كنتوا واخدينها، الفليمنج اليد اليمنى، فتلاقي ان الفلكس لو جيت مررت ايدك كده تلاقي ان الفلكس بتاعك بيمر في الاتجاه ده كده. يبقى انا عندي تيار كهربي، وفي عدد لفات للكويل ده، عدد لفات ان. طب نتيجة الحس المغناطيسي اللي حصل جوه أو مرور الفيلد جوه الأيرن كور ده، فولد لي فلكس ماشي جوه الكور بتاعي. طيب بعد كده هنا في زي حتة فاضية دي بنسميها إيه؟ بنسميها الإير جاب. الجزء ده كده بنطلق عليه الإير جاب. إير جاب حتى بيسموه فراغ هواء يعني. في حاجة كمان عايزين نتكلم عنها، إن القلب الحديد ده بيتحسب له زي طول معين. الطول ده هو إيه؟ هو أقول والله حاجة بيسموها المين لينث، المين لينث ده اللي هو متوسط الأطوال بتاعي. فمثلا أنا عندي القلب الحديد ده ليه متوسط أطوال مثلا L، فأسميه L C اللي هو بيريبريزنت اللي هو اللينث أوف الكور، بس كده طبعا. والإير جاب دي برضو ليها لينث معين بنسميها L G، ال جي اللي هي ترمز الى الاير جاب يعني، او اللينكت بتاع الاير جاب اللي موجود ده. طيب ايه الانالوجي برضو؟ احنا لسه اتكلمنا على شويه مصطلحات.
لسه ما كمل الكلام برضو عن فكرة او في حاجة موجودة جوه القلب الحديد ده، ان الكروس سيكشن اريا بتاعته قد ايه. طبعا هو انا راسم كده في ال2 دي، بس طبعا المفروض ده حاجة كده بتبقى في ال3 دي كده بالمنظر ده، هي بتبقى مكملة معانا يعني عشان بس ما نضغطش على ال سي. ده نفس الكلام. فالشيء الجميل ده طبعا برضو لو هنا هكمل القصة بتاعتي 3D بحاجة بالمنظر ده. فالشيء ده ليه حاجة اسمها كروس سيكشن اريا. ايه كروس سيكشن اريا؟ هي الفراغ، المساحة اللي بيمر خلالها الفيض. يعني الفيض ده طبعا او الفلكس بتاعي بيمر جوه القلب الحديد، فبيقطع مساحة معينة، دي ليها ايه بنسميها الاريا او الكروس سيكشن اريا بتاعت الكور. فممكن نسميها اي سي او كروس سيكشن اريا في الكور. ودي اللي قلنا ان الفيض بتاعي او الفلكس بتاعي بيمر من خلال. طيب ايه العلاقات بقى اللي موجوده عندي؟ في مصطلح الفولت ده في الكهربية بيسموه اي ام اف او الكتروموتيف فورس او قوه الدفع الكهربائيه. نفس الكلام في المغناطيسية، في مصطلح بس بنرمز للإف، الفي ده هنا بنرمز له حاجة اسمها إف أو إم إم إف. الإم إم إف أو الإف دي هي إيه؟ هي اسمها ماجنيتو موتيف فورس، أو برضه هي القوة الدفع المغناطيسية. طب يبقى ده مناظر للفولت بيساوي إيه؟ بيساوي الفاي في الريلاكتنس في رمز اسمه آر. وهرسم لك العلاقة، لسه ما عرفتش أي حاجة، لسه هنتكلم عن كل حاجة بالتفصيل. وبرضه نفس العلاقة دي اللي هي الـ MMF، وهنا ده الفاي وده هنا الريلاكتنس بتاعه. طيب وخليني أسمي هنا الريلاكتنس دي مكونة من جزئين RC و RG. طيب إيه الريلاكتنس دي؟ الريلاكتنس دي مكافأة لكلمة الريزيستنس، هي برضه اللي هي بنسميها المعوقة المغناطيسية. هناك كانت دي الار دي هي المقاومة الكهربائية، دي بنسميها الريلاكتنس او المعوقة المغناطيسية. طيب الفاي ده اللي هو ايه؟ بنسميه ماجنتيك فلكس او الفيض المغناطيسي، وهو مكافئ لايه كرمز هنا؟ مكافئ للتيار هنا كدائرة كهربائية. الكرنت بتعمل معاملة الفلكس، والفي بتتعامل معاملة الام ام اف، والار بتتعامل معاملة الريزيستنس اللي عندي اللي هي مثلا سميها برضو ريلاكتنس توتال. وهي مكونة من جزئين، مكونة من جزء اللي هو الار كور او الريلاكتنس بتاعت القلب الحديدي والريلاكتنس بتاعت الاير جاب. اكيد طبعا الفيض المغناطيسي بتاعك لما بيمر في القلب الحديدي غير لما بيمر جوه الاير جاب. خلاص كده يعني ايهما اسهل؟ ان القلب الحديد ده بيبقى اسهل كتير جدا في مرور الفيض المغناطيسي منه عن ان هو يمر في هواء. يعني الفيض لما بيمر في هواء بيحصل له زي تشتت اكتر او ديستربنس اكتر، لكن جوه القلب الحديد بيبقى منتظم ومفيش زي معوقة كبيرة ليه، او يعني بيبقى سهل. يعني زي بالظبط فكرة التيار الكهربي لما يمر في سلك معدني او سلك نحاس، غير لما طبعا تقول لي ان السلك النحاس ده جه كده في زي اير جاب ما بين السلك والسلك، فطبعا هنا هيحصل زي معوقة كبيرة جدا لمرور التيار عشان يقدر ان هو يمر من سلك او من جهة لجهة يعني في الدايرة بتاعتي. فبالتالي برضو نفس الكلام كده، ان انا عندي الاير جاب دي بتمثل مشكلة ان بيحصل عندها زي ليكج، بس احيانا احنا في مسائلكم نجلكت الليكج ده وما بناخدوش في الاعتبار، واحيانا بناخده انا زي ما هنشوف مع بعض او هديك بعض المسائل التانية الزيادة يعني. يبقى تاني نكرر كلام كده اختصارا اجمالا، انا عندي ايه؟ عندي في الدايره الكهربائيه في فولت، تيار، مقاومات، عندي هنا في الدايره المغناطيسيه في ام ام اف، في فلكس، في حاجه اسمها ريلاكتنس. الفلكس مكافئ للتيار، والفي مكافئ للام ام اف، والريزيستنس مكافئه لحاجه اسمها الريلاكتنس. يبقى دي اول علاقات بنتكلم عليها في الدايره المغناطيسيه. طيب نبدأ نتكلم على شوية مصطلحات تانية. يبقى أنا عرفت حاجة اسمها ام ام اف، وعرفنا حاجة اسمها الفلكس أو ماجنتيك فلكس،
وعرفنا حاجة اسمها ريلاكتانس. طيب ال ام ام اف كتبنا القانون بتاعه مكونه من الفاي في الريلاكتنس. طيب الماجنتيك فلوكس دي مكونه من ايه؟ وبرضه خلي بالك ان الام ام اف هي فاي في الريلاكتنس، وبرضه بتساوي قانون تاني هو الان في الاي. ايه الان في الاي ده؟ اللي هو النمبر اوف تيرنز بتاعت اللفات القلب او اللي هي لفات الكويل بتاعي مضروبه في التيار الكهربي اللي كان موجود عندي. خلاص كده يبقى ده قانون تاني للام ام اف، هي بتساوي الفاي في الار او بتساوي الان في الاي، وبتساوي حاجه كمان، حاجه هناخدها كمان شويه، الاتش في ال. هتقول لي الاتش في ال دي؟ اقول لك استنى شويه. بص كده يبقى انا الاول بس نتكلم كده ان انا عندي ماجنتيك الام ام اف دي كل القوانين الخاصه بيها، الفاي الريلاكتنس. طب الفاي دي هي ايه؟ هي مكونه من حاجه اسمها ماجنتيك فلكس دينستي مضروبه في الاريا. طب ايه القصه؟ انا عندي دلوقتي اقول القلب ده الكور مثلا، واتفقنا ان ده مثلا الفيض المغناطيسي بتاعي او اللي هو الماجنتيك فلكس فاي بيمر من خلاله. طيب في حاجه اسمها ماجنتيك فلكس الدينستي اللي احنا هنكتبها كده رمز بي، ماجنتيك فلكس دينستي او كثافه الفيض المغناطيسي، ودي بتبقى وحدتها ايه؟ بتبقى وحدتها تسلا. نرمز لها يعني اليونت بتاعتها بتبقى تسلا. انا لسه ما اتكلمتش على اليونتس بس ايه خليها معانا دلوقتي، دي تسلا. طيب والفلكس بتاعي ده وحدته ايه؟ وحدته حاجه اسمها ويبر. طبعا التسلا دي مكافاه لايه؟ مكافاه للويبر بير متر سكوير. ليه حتى انت شايف ان هي دي الفلكس بتاعك لما يتقسم على الاريا؟ الاريا لو بالمتر تربيع يبقى انت هتقول ويبر على متر تربيع، يبقى ده يديك الايه؟ البيئه. يبقى دي اليونتس بتاعت الماجنتيك فلوكس دينستي. والام ام اف دي وحدتها امبير تيرن، اسمها امبير تيرن، او بنديلها احيانا الرمز اي تي يعني اختصارا. بس كده. والريلاكتنس يعني مش مهتمين قوي ان احنا نشوف اليونت بتاعتها، بس هي لما تيجي يعني ليها يعني مش مشكله، يعني مش مشكله يعني اليونت بتاعتها معقده شويه اصلا، مش مشكله انك تكتبها قوي في الامتحان، تكتب له الرقم وخلاص. هي بتبقى عباره عن متر مش عارف على فراد، سوري على هنري بير متر في اريا كده، فقصه كبيره يعني. طيب يبقى انا عندي الفاي بتاعتي هي ايه؟ الماجنتيك فلكس بتاعتي. طيب يبقى ده بيساوي البي في الايه. طب مين الايه بتاعتي؟ هي الاريا اللي قطعها الفلكس ده اللي هي كروس سكشن اريا. يبقى اذا الدنسيتي بتاعتي هي التوتال بي. في مصطلح تاني بنسميه او بنديله رمز اتش، وده اللي كنت لسه بتكلم عليه من شويه. الاتش دي هي ايه؟ حاجه اسمها ماجنتيك فلكس انتنسيتي او ماجنتيك فلكس سترينث. ماجنتيك فلكس سترينث او انتنسيتي. طيب المفروض ان الماجنتيك فلكس انتنستي دي طبعا هي شده المجال المغناطيسي، شده المجال المغناطيسي، فهي شويه علاقات كده. طب الماجنتيك فلكس دينستي بتساوي ايه بدلاله ده؟ ليها قانون برضو بنقول ان هو عباره عن ميو مضروبه في الاتش. خلاص كده يبقى هو ميو مضروبه في الاتش. ايه الميو دي؟ ميو دي بيسموها حاجه، خلينا برضو نعرفها في مجال او في البوينتس بتاعت التعريف. رمز الميو ده بيساوي حاجه اسمها ميو ار في الميو نود، دي بيسموها ماجنتيك بيرميابيليتي. يعني ايه ماجنتيك بيرميابيليتي؟ يعني النفاذيه المغناطيسيه. النفاذيه المغناطيسيه زي ما انت كنت تسمع مصطلح كده اسمه سيجما في الكهربائيه. السيجما ده كنا بنسميها كوندكتنس، ولو ده مثلا كنا بنقول ان ده حاجه طولها ال، سلك مثلا طوله ال وله مساحه كروس سكشن اريا مثلا ايه، فكنت حضرتك بتروح تقول تجيب الريزيستنس بتاعتك الار العاديه، بتقول ان هو ال على الكوندكتنس في الاريا، او واحد على الكوندكتنس بقى اللي هو الرو
بتسمع حتى اللي هو الرودة او اللي هي ريزيستيفيتي، دي ريزيستيفيتي ودي الكوندكتيفيتي يعني. وكنا احيانا بنكتبها رو في ال على ايه، مش عارف انتوا بقى فاكرين الكلام ده ولا لا، بس هو الريزيستيفيتي دي هي مقلوب الكوندكتنس. طيب يبقى ده الكوندكتنس او اللي بيسموها الكوندكتيفيتي او النفاذيه، او تقدر تسميها القدره على مرور المجال الكهربي، خلاص كده بيسموها احيانا الالكتريكال بيرمياتيفيتي، الكتريك بيرمياتيفيتي خلاص كده بيطلق احيانا عليها كده الكتريك بيرمياتيفيتي خلاص. طيب فنفس السيناريو ده كده في حاجه، في مصطلح اسمه ماجنتيك بيرميابيليتي، النفاذيه المغناطيسيه. طيب يبقى بتساوي ايه؟ بتساوي حاجه اسمها ميو ار في ميو نود. الميو نود دي حاجه تخص الهواء او السبيس، وهي قيمتها 4 باي في 10 اس سالب 4 انري بير متر تقريبا، خلاص كده. والميو ار دي هي حاجه بيسموها الريلاتيف ماجنتيك بيرميابيليتي، ودي خاصة بكل مادة، خاصة بكل ايه، بكل مادة. يعني الايرن مثلا ليه رقم، بيبقى رقم كبير طبعا، حوالي 10 اس 4 10 اس 3 حاجة زي كده. كل مادة ربنا خلقها بيبقى ليها رقم مختلف عن مادة تانية. طب انا يعني ايه ريلاتيف ماجنتيك بيرميابيليتي؟ يعني ريلاتيف للهواء او ريلاتيف للميو نود بتاعت الهواء. بمعنى يعني ميو ار دي لما اقول لك ان هي مثلا بتساوي 1000، معناه ان الميو بتاعت الماده بتساوي 1000 مره من الميو بتاعت الهواء بتاعك او بتاع السبيس بتاعك. لما اقول لك ان ميو ار دي 10000 20000 500 حسب بقى، يبقى ده معناه ان الميو بتاع الماده بتاعك بيساوي 500 ضعف الميو نود بتاعت السبيس او الهواء، خلاص كده. طيب ارجع تاني، يبقى انا ليه شرحت القصه دي؟ عشان نشرح الماجنتيك فلكس دينستي اللي بتساوي ميو في الاتش، وبالتالي هي عباره عن ميو ار في ميو نود في الاتش. طيب الماجنتيك فلكس انتنستي زي ما اتفقنا ان هي ليها قانون، او قانون يعني القانون الشامل عامه اللي بحسه ان هو يشمل كل شيء، هو اول قانون انا كتبته لك فوق، القانون ده هو يشمل جميع الاشياء. فاضل لي بس حاجه صغيره جدا نتكلم عليها، هي القانون بتاع الريلاكتنس. يبقى كده احنا قفلنا الكلام عن كل تقريبا القوانين اللي انت هتقابلها. طيب الريلاكتنس زي القانون بتاع الريزيستنس بالظبط، احنا اتفقنا ان في انالوجي كبير او تناظر كبير ما بين المغناطيسيه والكهربيه. فلو الريزيستنس هي رو ال على ايه او ال على الكوندكتنس في الايه، فهي برضو الريلاكتنس نفس السيناريو، ال وطول الشيء على حاجه اسمها الميو اللي احنا لسه قايلين عليها اللي هي ماجنتيك بيرميابيليتي، زي اللي هي الكوندكتيفيتي اللي انت كنت في الكهرباء. يعني الميو دي تخيلها ان هي السيجما، والال دي هي برضو ال بتاع الكور بتاعك اللي احنا كنا بنقول عليه من شويه، المين كور او المين لينث، سوري ده المين لينث بتاعي او ال جي زي ما هنشوف نحسب لكل واحده ازاي يعني. فده ال على ميو مضروب في ايه؟ مضروب في الايه او الاريا او اللي هي كروس سيكشن اريا اللي مر فيها الفيلم. كده انت معاك كل القوانين اللي تقريبا تخص المغناطيسيه، يعني مفيش اي حاجه يعني. واولهم هو القانون الاولاني ده يشمل كل شيء، ان الام ام اف بتساوي الفاي في الار ايكوال ان في الاي ايكوال الاتش دوت ال. طيب حاجه اخيره برضو عايز اتكلم عليها، ان زي ما ينطبق قوانين الكي سي ال والكي في ال، نفس الكلام بينطبق في الدوائر المغناطيسيه. لو انا عندي مثلا قلب حديد كده، ده سي ايرن كور بالشكل ده، في زي فلكس ماشي في الاتجاه ده فاي 1، فالفلكس ده هيتفرع لفرعين فاي 2 فاي 3 وفاي 1. طبعا اللي هي دي كانها زي النود اللي كنت بتاخدها في الكهربيه بالظبط، دي كانها زي نود. مجموع الفايات الان بيساوي مجموع الفاي اوت، ده زي كيرشوف كارنت لو بالظبط، هو نفس الكونسبت ده برضه بيظهر. وفي حاجه كمان مشابهه، ان طبعا لو تخيل ان دي مثلا زي
أقفل بس الشكل بتاعنا. فلو مثلا هنا في تيرنز مثلا، ده بيمر تيار، وهنا في ان 1 مثلا، ده اي 1، وده طبعا مثلا زي حاجة أنا بستلمها من الناحية التانية، سي فور اكزامبل. في سي مثلا وليكن حاجة بالشكل ده، ده اي 2 ان 2. فبرضه نفس السيناريو، انا عندي عندنا لو خدت اللوب دي كده، فهو مجموع والسميشن بتاع الام ام اف على اللوب دي بيساوي برضه الصفر، زي ما كنت بتاخد قبل كده مجموع الفولتات على لوب بيساوي الصفر. نفس السيناريو، مجموع الام ام اف على لوب بيساوي الصفر. طيب يا باشمهندس، هو انا اجيب ازاي؟ عايز اجيب مثلا، خليك برضو معايا، ان انا لو نبدا بقى نتكلم في جزء المسائل ده كده، نديك شويه اطوال بقى، خليك بقى من جزء ده مهم. هو نديك زي حاجه كده، حاجه مثلا بالمنظر ده. ف ده كده بنسميه المين لينس بتاع الجزء الاولاني، يعني ده كده ممكن اعتبره زي حاجه واحده، اسميه مثلا L1، والحته اللي في النص دي مثلا هسميها L2، الطول بتاع L2، والحته المكمله الباقيه دي وليكن اسميها L3. الشكل ده انا ممكن اروح اعمل له ريدكشن لشكل دايره مغناطيسيه كالاتي. ده كده هعبر عنه برضو زي برمز، اكتب كده واعمل ام ام اف. والقلب الحديد ده، الجزء ده كده هريبريزنتو بريلاكتنس، نسميه ار سي 1. والجزء اللي في النص ده كانها زي نود، في ريلاكتنس هنا ار سي 2. والجزء الباقي ده اللي هو ده اقدر اعبر عنه برضو بريلاكتنس تانية. طب ايه الريلاكتنس دي؟ يعني ما احنا قلنا ان اي ماده بيبقى فيه زي معوقه مغناطيسيه او معوقه مرور الفيض المغناطيسي، فانا بعبر عن معوقه مرور الفيض المغناطيسي للجزء اللي على الشمال ده كده بالار 1، ودي اللي في النص بار 2، والثالثه بار 3. بس كده طبعا ممكن اكتب الثانيه اللي هناك دي برضو ام ام، دي مثلا ام ام اف 1، خلينا نديلها مثلا بولاريتي، اديلها بولاريتي، اه اديلها بولاريتي عادي جدا، دي لانها زي دي البولاريتي بتاعتها، هي ان 1 في الاي 1، دي اللي هي مين؟ ام ام اف 1. والثانيه اشوف اتجاه لو لقيت ان لو انت مشيت بايدك اليمين ولقيت ان الاتجاه بتاع الفيض هيبقى داون، وهو اصلا كونسيدرد داون فعلا، هيبقى كأن انت بولاريتي كده بتنجكت فلوكس في الاتجاه ده. خلي بالك دايما ده كسورس، الفلكس بتاعك بيبقى يعني من النيجاتيف للبوزيتيف، يعني يبقى ده ام ام اف 2، ده اللي هو بيساوي ايه؟ بيساوي ان 2 في اي 2. طيب زي ما اتفقنا ان هيمر هنا في اي 1، وهيمر هنا في اي 2، وهنا هيمر كام؟ في اي 3. فلو هنكتب قوانين الكي في ال والكي سي ال، فاكر انت كيرشوف فولتج لو وكيرشوف كارنت لو، فاحنا لو عملنا عن النود دي هنقول ان فاي 1 اللي داخل اهو هو اللي داخل على النود فاي 1، واللي خارج هو فاي 2 زائد فاي 3. بس كده جميل. طيب عايز اطبق القانون بتاع كيرشوف فولتجز، او كيرشوف هنا بقى ممكن نسميه كيرشوف ام ام اف لو، هو زي الفولتج لو يعني. فانا لو هاخد على اللوب دي كده، فاقول ايه؟ هقول الاتي، اقول السهم بتاعي لو دخل زي ما كنا بنطبق بقى على الفولتات، لو دخل على النيجاتيف بكتب نيجاتيف، يبقى انا اكتب نيجاتيف ان اي ان 1 في اي 1. طيب والسهم ده بيعبر عن ايه؟ بيعبر عن مرور الفلكس هناك، كان في الكهرباء بيعبر عن مرور التيار الكهربي، هنا هو بيعبر عن مرور الفلكس.
طيب اللي بيعبر عن الفلكس ده، لو الفلكس بتاعي ضرب في الريزيستنس كأنه بيعمل ام ام اف في الاتجاه ده، يعني السهم بتاعي ده اول ما بيخش مش على الريزيستنس على الريلاكتنس، اول ما بيخش على الريلاكتنس او على الريزيستنس يعني زي ما كان في الكهربيه، بيعمل لي بولاريتي ام ام اف في الاتجاه ده، وبرضه هينهي الفاي 2 لما يخش على ار سي 2 يعمل لي بولاريتي بالشكل ده. طيب السهم ده بقى، السهم ده اول حاجه شافها ايه هنا؟ شاف النيجاتيف، يبقى اكتب نيجاتيف ان 1 اي 1. السهم ده شاف اول حاجه هنا البوزيتيف، يعني لو لف كده شاف اول حاجه بوزيتيف، يبقى اكتب بوزيتيف فاي 1 في ار سي 1. ولو لف كده هيشوف اول حاجه ايه هنا عندك، شوف البوزيتيف بتاع دي هي مين؟ زائد فاي 2 في ار سي 2. الكلام ده توتال ايكوال كام؟ ايكوال الصفر. خلاص كده، يبقى ده كده اللي هو القانون التاني اللي هو سبميشن الام ام اف على لوب بيساوي الصفر. انا كتبته لك على الكيس اللي عندنا، وده هنا القانون برضو الجنرال اللي هو مجموع الفاي ان على نود بيساوي مجموع الفاي اوت على نود. اهو هو ده كده، ده يخص الاولاني والتاني ده يخص ده. انا ممكن اكتبها زي ايه؟ انا هديها زي كي سي ال ايكويفالنت الماجنتيك سيركت، واكتب لك هنا ده كي في ال ايكويفالنت برضه المناظر ليه الماجنتيك سيركت. وده هنا نكتب كي سي ال ايكويشن كي في ال ايكويشن، وطبعا مش فولتج بس احنا بنتكلم على الايكويفالنت، وده مش كارنت برضه، في اختصار سي دي كارنت واختصار في دي فولتج، بس احنا نتكلم المكافئ equivalent في الماجنتيك سيركت، فهو حاجه مشابهه جدا زي ما اتفقنا ان الفاي دايما عاملها معامله التيار، والفاي في الار هي كانها تيار في ريزيستنس يعني فولتاير او كانه فولت. طيب المثال ده مهم جدا، اه مهم، عشان ده ممكن ده هتقابله في الفيديو التاني اللي ان شاء الله هبعته لكم في مسائل اكتر، فهتشوف الكلام ده بالتفصيل برضه. نبدأ نحل بقى الاكزامبل اللي عندنا. في برضه حاجة تانية عايزين نتكلم عليها، في قانون برضه، قانونين زيادة عن الكلام ده ممكن نضيفهم زي هنا، نضيفهم في بيج تانية كده. حاجة اسمها فلكس لينكج، في حاجة اسمها ال او اللي بنديلها او بنقول عليها الاندكتنس. فلكس لينكج ده اللي هو ترابط الفيض المغناطيسي عندك، بمعنى ان انا عندي دلوقتي القلب الحديد ده كان زي ما كنا بنقول كده فيه زي كويلز عليه فوفة بالشكل ده، في تيار بيمر. طيب التيار ده مر وفي نمبر اوف تيرنز هنا ان، وده طبعا مرر لي مثلا فلكس في الاتجاه ده طبعا جوه القلب الحديد زي ما كنا راسمين بقى، وبقيه الايه بقيه الده جميل. فانا بقول ايه الربط المغناطيسي او ايه الترابط المغناطيسي او الفلكس لينكج ده بتوين التيرنز وبين بعضيها، يعني كل تيرن لما بيمر فيها الفلكس ده فايه بقى يعني الافكت بتاع كل تيرن، كل التيرنز دي مع بعض بيحصل ايه؟ فكانهم الافكت بتاعهم كلهم بيتجمع مع بعض، يعني كل تيرن من دول مر عليها الفيض المغناطيسي ده، فكان كل واحد هو كانها هو كان كل واحد جنريت مين؟ جنريت فلكس، فالإفكت بتاعهم كلهم بنجمعهم، أو كأنك بتقول الـ N بقى number of turns مضروبة في الفلكس، ده يديك الفلكس linkage between الكويلز دي وبعضها البعض. خلاص كده؟ يبقى أنا أقدر أقول إن دي هي إيه؟ هي ويبر تيرن، دي وحدتها ويبر، ويبر تيرن، ويبر تيرنز. طيب الإندكتانس دي اللي هي إيه؟ قال لك تعرفها هي بتساوي الفلكس linkage على التيار الكهربي ان فاي، ان فاي على الاي. طب ودي وحدتها ايه؟ وحدتها حاجه اسمها هنا، وبرضه هي وحده يعني حاجه بتعبر بنستخدم، هي دي اللي انت بتبدا تستخدمها يقول لك الاندكتنس بتاعت الكويل قد ايه، دي اللي احنا كنا بنروح نعملها في الاي سي سيركت اللي هي اوميجا ال ومش عارف ايه والكلام ده كله. يبقى دي كده كل القوانين اللي معاك، انا حاولت اكتب لك صفحه كده كامله او صفحتين ورا بعض بالقوانين، وبعد كده هنا اللي بعديها هي الشغل بتاع الاي سي سيركت او الماجنتيك سيركت ماشي ازاي.
كتبنا قانون الكي سي ال وكتبنا قانون الكي في ال، عايزين نروح نجيب الار سي 1 والار سي 2 والار سي 3. فبمنتهى البساطه كده نكتبهم برضو كرموز. الار سي 1 او اللي هي الريلاكتنس بتاع الكور او الجزء الاولاني ده اللي هو ده كده هتساوي ايه؟ انا كنت مسمي كل واحد بمسمى، يعني كل طول كنت مسميه بمسمى، يعني ده كده سميته بL1 والتاني ده سميته بL2 اللي في النص ده، والتالت ده سميته بL3 اللي هو الجزء ده كده. فأقول الـ RC1 هي بتساوي ايه؟ L1 على، هي خاصة بمين؟ هي خاصة بكل الجزء ده، الريلاكتنس دي خاصة بكل الجزء اللي على الشمال ده. يبقى أنا أقول L1 على الميو، زي ما اتفقنا الميو هنا هي الميو ار في الميو نود، انا اكتبها لك ماشي كده بس عارف ان هي ميو توتال، يعني مضروبه في ايه؟ مضروبه في الايه اللي هي الكروس سيكشن اريا بتاعت القلب الحديدي ده. احيانا بيديك ده مختلف مثلا عن التاني، احيانا بيكونوا نفس الحاجه زي او زي بعض. يعني نفس المنطق هتقول ار سي 2 هي عباره عن ال 2 والميو ار في الميو نود، وغالبا الميو ار في الميو نود مش هتختلف لان هو نفس القلب الحديدي، فهي نفس المغناطيسية أو نفس النفاذية المغناطيسية. وهيبقى خلينا نسميها ايه 1 وايه 2، عشان ممكن يعني ايه يعني يقول لك والله اصل الاريا هنا كروس سيكشن اريا هنا في الجزء ده مختلف عن الجزء ده، يعني يعني كده بيبقى محنك يعني معاك. ار سي 3 تساوي ال 3 ميو ار في ميو نود في الاي 3. طب جميل، ماذا لو الاستاذ جه هنا مثلا قال لي والله انا حطيت هنا عملت زي اير جاب طولها ال جي، حصل هنا اير جاب طولها ال جي. جميل، يبقى الار سي 1 دي هتخص مين؟ هتخص القلب الحديدي كله لغاية برضو الطرف ده كده كل ده كده، بس ما تروح منه الحتة بتاعت مين؟ ال ال جي، يعني هتطرح من ال واحد ال ال جي. هكتبها لك باللون الاحمر عشان تبقى عارف ان احنا ايه كده، احنا جبنا الحاجة اللي تخص الكور ال 1 ماينس ال جي، يعني انت كأنك جبت الريلاكتنس للجزء ده كده كله ما عدا الجزء ده بس. جميل، طيب بينضاف عليها ايه هنا في الدايرة المكافئة بتاعتي؟ بروح ضايف هنا ريزيستنس، سوري ريلاكتنس برضه تانية اسميها ار جي، يبقوا الاتنين ان سيريس بتاعت الكور وبتاعت الاير جاب. طيب الار جي دي بقى بتساوي ايه؟ بتساوي برضه نفس الكلام الطول بتاع الاير جاب بتاع اللي هو ال جي، بس هنا بقى مش ميو ار في ميو نود، لا هنا هتبقى ميو نود بس لان انت ما عندكش ماتيريال هنا، ده اير جاب حته فاضيه، فهتبقى ميو نود في نفس الايه، يعني لو هي الكروس سيكشن اريا بتاع الجزء الاولاني ده بسميه ايه واحد، فهو يبقى في نفس الايه بتاعت اللي هو ايه 1 بس كده. يبقى ده كده كل ايه كل التفاصيل اللي تقدر تقابلها عندك تقريبا في الماده يعني او كمسائل وكده. نبدا بقى نخش في التوبيك بتاعنا او نبدا نشوف الشيت. هجيب لك ده كده كأنه هو ده دي البيكتشر، دي المعلومات كلها اللي مديهاني، وطبعا بقى مديني كلام شوية كلام كده مطلوب من عندي، فأنا هجيب كده عشان إيه نشوف ونقرا السؤال زي ما قلت. أول حاجة مديك الرسمة دي بيقول لك أنا عندي كويل ملفوف على قلب حديدي في N تيرنز، في تيار كهربي هيمر إيد، وفي كور معين، وفي اير جاب موجوده، مديني اطوال كل حاجه، بيقول لي مين لينث، مين لينث ده هو متوسط الطول بتاع الكور الاولاني، مديهولي ب ال سي وقيمته كام؟ 0.6 متر. والجاب لينث مديني الطول بتاع الحته بتاعت الاير جاب مديهاني، والنمبر اوف تيرنز مديهاني كقيمه، والكروس سيكشن اريا برضو نفس الكلام معطى. يعني نقرا بقى الكلام مع بعض، بيقول لي assume that the core is of infinite permeability، الميو بتاعته infinite، دي أول معلومة أنت لازم تستغلها.
انا ممكن اكتب كده الجيفن ان ميو بتاعت الكور انفينيت خلاص. بيقول لي نيجلكت الافكتس بتوع حاجه اسمها فرينجنج فيلدز ات اير جاب اند ليكج فلكس. بيقول لي يعني اهمل تاثير ان يكون حصل ليكج للفلكس في الحته بتاعت الاير جاب دي، ما علينا. طيب يعني دي مش هتدخلك في تفاصيل فيه. كالكوليت بيقول لي بقى كالكوليت الريلاكتنس اوف الكور، احسب الريلاكتنس بتاعت الكور وبتاعت الاير جاب. ده اول مطلوب، يبقى اول ريكوايرد نكتب كده الريكوايرد بتاعي. واحد عايز الار سي اند الار جاب، جميل. تاني حاجه بعد كده احط لك نقطه واقرا بقى السطر الجديد. بيقول لي فور ا كارنت اوف اي ايكوال 1 and half امبير كالكوليت ذا توتال فلكس، احسب لي الفاي بتاعتك توتال. يبقى جيفن ذات ان الاي ايكوال 1.5 الفلكس بتاعي يبقى دي كنتو. ورقم سي بيقول لي احسب لي الفلكس لينكجز، يعني عايز اللامدا، ورقم دي عايز الكويل اندكتنس اللي هي البيل. دي كده المسألة رقم 2، بيقول لك حل نفس المسألة بس ميو ار بتاعت الكور بتاعتك 10 أس 4. طيب خلينا نشوف مع بعض الأول كده واحنا هنعمل ايه. أول حاجة هو طالب مني الـ RC أو اللي هي الريلاكتنس بتاعت الكور، فأنا هكتب القانون بتاع الريلاكتنس. الـ RC أو الريلاكتنس بتاعت الكور بتساوي الـ L كور أو مين لينث بتاع الكور على ميو، الميو المفروض إن هي بتاعت الكور يعني، في الكروس سيكشن اريا او الاي سي. هو الراجل طالع من بقه بيقول لك ان ميو دي بانفينيتي، اسيوم ذات ان ميو بانفينيتي، يعني الترم ده بانفينيتي، يبقى اي حاجه اي رقم على انفينيتي بكام؟ بصفر، يبقى ده تطلع معاك زيرو. طيب طالب مني اجيب بتاعه الاير جاب، يبقى بتاعه الاير جاب هتساوي ايه؟ هتساوي ال جي على ميو نود في الايه. طب الايه بتاعت الاير جاب قد ايه؟ هي لو ما لقيتهاش هي هي الاير بتاعت الكور، هي الاريا سوري بتاعت الكور خلاص. فالال جي بتاعتك هو مديهاني ب 2.3 في 10 تو باور نيجاتيف 3 متر، طبعا على الميو نود اللي هي بكام. وخلي بالك الرمز ده موجود عندك على الاله تقريبا، شيفت كونستنت رقم 33 اللي هو شيفت 7 اللي هو بيديك الارقام الكونستنت على الاله اللي هي 991 اي اس يعني، فهتلاقيه اللي هو رقم 33 كرقم كونستنت. المهم الاي سي بتاعتك لو انت مش فاكره يعني اقصد، يبقى جيبه من قبل. الكروس سكشن اريا بتاعت الشيء ده هو كام؟ هي 1.8 في 10 تو ذا باور نيجاتيف 3 متر سكوير. خلي بالك لازم تخلي بالك من قصه الوحدات، لازم توحد الوحدات بتاعتك، خليها اس اي يونتس هي متر يعني، ما تخليش حاجه ملي، ما تخليش حاجه سنتي كده يعني، خليها كلها متر وطلع حاجات ايه ستاندرد يعني. فهتروح تحسب القيمة بتاعت الريلاكتنس دي، قول ان هي هتطلع معاك ايه رقم كبير لنا. بس كده تطلع معاك برقم كبير شوية. طيب ده كده الار سي والار جاب. طالب منك تجيب ايه؟ بيقول لك جيفن ان الكرنت بتاعي 1.5 امبير، عايزك تجيب الفلكس عندي. طيب انت حضرتك لسه من شويه كنا كاتبين قانون الام ام اف. الام ام اف بتساوي النمبر اوف تيرن في الكرنت، ده بيساوي الفاي في الريلكتنس توتال. خلي بالك انا ممكن اريبريزنت الشكل ده كده بدايره بدايره شكلها كده، ده ال N في ال R، دي اللي هي ال M M F، اكتبها F بس كده اختصارا، ودي اسميها ال R بتاعت الكور، دي تريبريزنت ال R بتاعت الكور، ودي تريبريزنت ال R بتاعت الايه؟ الجاب. طبعا ال R كور هنا بكام؟ بصفر، وال R جاب بكام؟ بالرقم اللي فوق ده. وطبعا كأن ده هو التيار اللي هو بنسميه الفلكس بتاع اللي بيمر. فزي قانون اللي كنا بنستخدمه في الفولت، الفولت بيساوي الكرنت في التوتال ريزيستنس، هو نفس القصه،
الام ام اف بتساوي الفلكس في التوتال ريلاكتنسز. فالتوتال ريلاكتنس بتاعتك هي مين؟ هي ار سي زائد الار جي. طب الار سي بصفر فهي تبقى الار جي بس، طبعا هنا في ان هم مديني النيوب انفينيتي يعني. فهتروح تجيب الفاي، يبقى الفاي بتاعتك بتساوي النمبر اوف تيرن في الكرنت. طب هو مديني النمبر اوف تيرن، اه مديها لي 83، والكرنت بتاعي 1.5 على الريلاكتنس اللي هو الرقم الحزين ده. الكلام ده توتال ايكوال ايه؟ يطلع معاك 1.2244 في 10 to the power negative 4 ويبر. انت طلعت الحاجة ايه بالوقت؟ خلاص انا كده جبت اول مطلوب وجبت تاني مطلوب، فاضل لي اخر حاجة، ده كده رقم 2 اهو وده رقم 1. وخلينا برضو قبل رقم 2 نكتبها من اول فوق كده. فاضل لي رقم 3 اللي هي الفلكس لينكج، ودي سهله جدا. انت هتقول النمبر اوف تيرنز في الفايل، فالنمبر اوف تيرن اللي هي 83 في الفلكس بتاعك اللي هو الرقم ده، وتروح تطلع هذا الشيء اللي هو يطلع معاك تقريبا 0.01 ويبر تيرن. واخر حاجه طبعا تطلع لي زي ما طلعت اللمضه، تطلع لي الاندكتنس اللي هو اخر مطلوب اللي هو ده، فتقول ان هو عباره عن اللمضه على التيار، يعني هتقسم القيمه دي على 1.5، التيار بتاعك اللي 1.5، يعني هتطلع معاك حوالي 6.77 في 10 تو ذا باور نيجاتيف 3 هنري. دي الوحده بتاعت الاندكتنس بتاعتك. كده يبقى انا خلصت الايه؟ السؤال الاولاني. طب السؤال الثاني بيقول لي ايه؟ بيقول لي ريسولف بروبلم واحد فور نيو ار اوف كور 10 اس 4. اعمل نفس الخطوات تاني، ولكن المره دي هروح احسب بالنسبه لمين؟ بالنسبه للنيو ار اللي هي 10 اس 4. يعني الترم ده كده بدل ما هو كان انفينيتي زي ما كان قايل لي اسيوم في المره الاولانيه، لا هشيله واحط مكانه ايه؟ 10 اس 4. فنروح نحلها كده مع بعض سريعا. فانا اقول الار كور دلوقتي هي عباره عن ال كور، ال كور اللي هو بكام؟ 0.6 على الميو بتاعتي اللي هي كام؟ هو بيقول لك ميو ار فور كور 10 اس 4 يعني 10 تو ذا باور 4. هو قال لك ميو ار ما قالكش ميو توتال، فهو 10 تو ذا باور 4 في مين؟ في الميو نود اللي انت المفروض تعوض عنها بالرقم اللي هو ده، مضروبه في الكروس سكشن اريا اللي هي كام؟ 1.8 10 to the power negative 3. هتروح تحسب الكلام ده، يطلع معاك حاجة كده. خلاص هتروح برضو بنفس المنطق ده تروح تطبق. انت كده طلعت الار سي، الار جي مش هتختلف معاك لان هي نفس البارامتر، ال جي زي ما هو والميونود هي هي والاي سي ما اختلفش، هي نفس الار جي يعني نفس الرقم ده كده اخده. نحطه لمين؟ للار جي بتاعك. طب جميل. آه طبعا بعد كده هو عايز طالب منك ايه؟ بيقول لي لو انا الامبير بتاعي 1.5 او التيار بتاعي 1.5 امبير، فعايز الفاي. خلاص طبعا هنا الاختلاف البسيط ان الار توتال بتاعتك هتبقى ار سي زائد الار جي. الار سي بقى ليها قيمه اللي احنا لسه جايبينها دي. طبعا انت لو عايز ترسمها كدايره برضه مغناطيسيه مفيش مشكله، اللي هي تسموها الايكويفالنت سيركت بتاعتنا، فدي هي ان في اي زي اللي احنا كنا لسه اسمنا من شويه ال سي دي الار جي، وده هنا الفلوكس بتاعي. يبقى طبعا انت عارف ان الفلوكس هيساوي ال n في الاي على الار سي زائد الار جي، او اللي احنا كنا قايلين عليها الار توتال. يعني ال n ده بكام؟ ب 83 في 1.5
على مجموع الاتنين دول مع بعض، شوف بقى تطلع معاك كام، اللي هو الرقم ده نكتبه على طول. هيطلع معاك حاجة كده، في الآخر تقسم ده على ده يطلع لك تقريبا 1.19 فتين تصور نيجاتيف 4. يعني تقريبا انت لو ملاحظ حاجة هتلاحظ يعني، بس كقصة سيبك من الرقم اللي طالع، انا يهمني بس انك تلاحظ ان الفلكس هنا اقل من القيمة هنا، لان طبعا هنا الار كور يعني ظهر معوقة مغناطيسية للكور، فهيبقى ليها قيمة. كان في الاول بيقول لك ان النفاذيه المغناطيسيه بتاعتي انفينيتي، النفاذيه المغناطيسيه انا اقدر امرر اي حاجه بسهوله جدا، يعني كانها حاجه يعني براح بالنسبه لك، تقدر تمرر اللي انت عايزه فيه مفيش اي مشكله. لكن هنا قال لك حجمها لك برقم، فده بقى اصبح الار سي قيمه، فبالتالي اثرت عندك ان هي قللت لك قيمه الفلكس اللي ماشي جوه القلب الحديد. بس كده ده ككومنت يعني. طبعا برضه هتروح تجيب نفس الكلام الفلكس لينكج والاندكتنس بنفس السيناريو، ده طبعا المطلوب الاولاني، ده المطلوب الثاني. طبعا المطلوب الثالث بتقول ان اللامدا تساوي ال ان فاي، هتاخد نفس الرقم اللي كان عندك ده تضربه في كام؟ تضربه في 83. يديك 9.904 10 to the power negative 3 ويب تيرمز، وال ال بتاعتك هي لامدا على التيار، هتاخد الرقم ده وتقسمه على كام؟ هتقسمه على 1.5. يعني هتعمل القصة دي هيطلع معاك 6.603 تقريبا في 10 to the power negative 3 هنا. بس كده يبقى كده احنا خلصنا الشيت رقم 2. في حاجة زيادة كده كنت عايز اديها لكم برضه، هي مسألة ميد تيرم لطيفة. هو ماشي الموضوع يعني ايه، مسألة لطيفة يعني كويسة، ممكن نبص عليها مع بعض برضه. يديني الشكل ده، تبقى ميد تيرم بروبلم. مديني الشكل ده، مديني شوية معلومات عنه اللي هي دي. given ايه؟ بيقول لي القلب الحديدي، او ده كده زي تيرم لف على القلب حديد. خلينا نشوف المسألة الأول كده نقراها، إن ده تيرمز لف على القلب حديد، وفي هنا اير جاب في المنطقة دي وفي اير جاب في المنطقة دي. فبيقول لي إن أنا عندي تو اير جابس اتش اوف 0.2 مللي متر لونج، ومديني المعلومات الخاصة بالستيل. الستيل ده اللي هو القلب الحديد بتاعي، بيقول لي طوله حوالي 12 سنتي والاريا بتاعته 2 سنتيمتر مربع. طيب طالب مني أول حاجة إيه؟ بيقول لي احسب لي الام ام اف لو، او اللي هي تخليني احصل على فاي قدره قد ايه؟ قدره 0.05 ملي وبر. يبقى ده اول مطلوب بتاعي، ان انا عايز الام ام اف اللي بتمر او اللي هي موجوده هنا، بحيث ان هي تمرر لي فلكس قيمته قد ايه؟ فلكس قيمته ال 0.05 ملي. وبيقول لي روح احسب لي الميو ار اللي هي الريلاتيف بيرميابيلتي للستيل ده، جيفن الجدول اللي قدامي ده، جيفن الايه الجدول اللي معانا ده كده. الجدول ده ايه فايدته؟ مهم جدا بقى تعرف فايده العلاقه ما بين البي والاتش. احنا كنا كاتبين قانون من شويه ان البي ايكوال النيو في الاتش كده. اذا النيو دي هي عباره عن ايه؟ هي ريليشن بتوين البي والاتش. وفي الحقيقه انت المفروض ان في علاقه كده نرسمها ما بين الماجنتيك فلكس دينستي اللي هي البي والاتش. فانت مفروض يعني انك انت هتعمل ايه؟ مثلا تاخد الكلام ده توقعه،
ده طبعا ده الكلام ده اللي هو وتعمل كده توقع الاتي ده برضو ايه 0.1 مثلا، و0.2 و0.3 و0.4 مثلا، وتاخد شوية نقط كده وتعمل ما بينهم ايه انتربوليشن، فيطلع لك حاجة مثلا كده المفروض تبقى شكل قرب اللينير يعني. طيب ده كده المفروض ان السلوب بتاعي بتاع الشيء ده اللي هي دلتا البي على دلتا الاتش يديني ايه؟ يديني الميو بتاعتي. بس كده ده المفروض ان هو الحاصل يعني، المفروض ان احنا دلتا بي على دلتا اتش يديك الميو بتاعتك. طيب في حاجة بقى مهمة، سوري يديك ال اه دلتا بي دلتا سوري دلتا اتش يديك الميو. طيب في حاجة بقى مهمة عايزين نتكلم عليها، طبعا هو هنا مديني الفلكس بتاعي 0.05 ومديني العلاقات بتاعت البي والاتش بتاعتي. في قانون طبعا انا عشان اجيب الام ام اف دي هي ليها كذا قانون، احنا نكتبهم كلهم ونشوف احنا هنستخدم ايه، عشان انت تبقى انت برضو لو مش عارف انت بتستخدم انهي واحد فيهم. فعندك فاي في الريلكتنس، وعندك اتش دوت ال بتاعي. جميل، هو مديني الفاي، ممكن انت تروح تسيرش على الريلكتنس. بس في حاجه تانية، انا بس الفاي دي هستخدمها في حاجه تانية بعيده قبل القانون بتاع الام ام اف ده، ان انا عندي الفاي بتساوي ايه؟ بتساوي البي دوت الاي او الفلكس دينستي في الاريا. جميل، طيب انا ليه هروح اعمل ده؟ هروح اعمل زي لفه كده شويه، هروح اول حاجه اجيب البي، ومن البي هخش على الجدول هيبقى ليها قيمه، هخش على الجدول اجيب قيمه الاتش حلو كده، ومن الاتش هستخدم العلاقه بتاعت اتش دوت ال اطلع بيها الام ام اف حلو كده. تاني يبقى انا هروح اعمل ايه؟ اول حاجه اروح اجيب البي، وبعد كده اروح اجيب الاتش، وهعمل زي ريليشن كده بحيث ان انا اقدر اجيب منها الام ام اف. طيب اول حاجه اروح اشوف البي دي هي قيمتها كام عند الفلكس اللي هو مديه 0.05 في 10 تو ذا باور نيجاتيف 3 اوفر الاريا اللي مديهاني اللي هي كام؟ 2 سنتيمتر، يعني 2 قلنا نحولها للستاندرد يونت في 10 اس سالب 4 عشان احولها لمتر تربيع، عشان احولها لمتر تربيع. طيب يبقى انا عندي القيمه دي هتطلع معاك بكام؟ هتطلع معاك 0.25 تسلا. عظيم جدا، الراجل هنا مديني جدول 0.1 0.2 0.3 0.4، ال 0.5 دي حاجه هنا ما بين ال 0.2 وبين 0.3، لو طلعت معاك 0.28 او اي حاجه فانا هقول لك الرول اللي تمشي عليه. بنعمل ايه؟ بنعمل حاجه اسمها الانتربوليشن، طبعا انتوا اكيد عارفينها، اللي هو بقول 0.3 زي اللي هو بتستخدمها العلاقه بتاعت الاسم 0.3 ماينس ال 0.2 اوفر الحاجه اللي تحت اللي هي 380 ماينس الحاجه اللي بتخص 0.2 اللي هي 300. الكلام ده بيساوي كام؟ بيساوي ال 0.3 ماينس الرقم ده بتاع البي اللي عندي انا بقى اللي يخصني، دي الحاجه اللي تخصك انت على مين؟ على ال 380 ماينس الاتش اللي انت المفروض تروح تجيبها اللي انت لسه مش عارف، دي الانون بتاعك. تمام كده، يعني انا خدت كانه زي السلوب ما بين نقطتين، وهنا ده الاتش بالنسبه لي انا مش عارف. طب انت لما تروح، طب انا ليه طبقت الطريقه دي؟ انا كنت ممكن اطبق طريقه اسهل، لان تقريبا ال 0.25 دي هي في المنتصف بالظبط ما بين القيمتين، فبالتالي هي الاتش برضه هتبقى في المنتصف ما بين القيمتين دول. كلامك صح، بس انا بكتب الجنرال رول ليه؟ عشان ممكن دي ما تبقاش كده في المنتصف بالظبط، ممكن ما تبقاش 0.25، ممكن تبقى 0. مثلا 28، فساعتها لازم تعمل عمليه الريشيو دي كده يعني، حلها على الاله او اعملها باي طريقه، دي اللي بسميها الانتربوليشن ميثود. ودي تفضل يعني في الحل اكتر، وتروح تجيب من هنا الاتش الاس هتطلع معاك ب 340 امبير على متر، لو احنا ما كتبناش الوحده بتاعتها قبل كده الاتش وحدتها امبير على متر بس كده، او تسلا هي، لا هي امبير على متر، مفيش مش عايز اديك واحده اصعب من كده، في واحده تانية سخيفه. طيب انا جبت الاتش، الاتش دي اللي هي هتمر جوه ايه؟ هتمر جوه الستيل بتاعي،
خلاص كده ممكن استخدم اقول بقى ان الام ام اف بتاعتي هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن الاتش في ال الحاجة اللي تخص الستيل بتاعك زائد الفلكس اللي بيمر مضروب في الريلاكتنس بتاعت الاير جاب. طب انت ايه اللي انت كاتبه ده؟ ليه ما استخدمتش الفاي في الار كور؟ اقول لك اصل في مشكله عندي لما اجي اجيب الار كور دي. ايه هي مشكله؟ هي حاجه بسيطه يعني، بس ايه مشكلتي عندي؟ المشكله عندي ان انا هنا بقول ال كور على ميو بتاعت الكور اللي هي ميو ار في ميو نود في الاير كور. طيب فانا المفروض ان انت كنت تفكر معايا ان انا هستخدم ده. طب انا ما استخدمتش ليه القانون ده؟ عشان انا هنا الميو ار مش مع حضرتك، هو مش مديها لك، انت لسه هتروح تجيبها في مطلوب رقم بي، فده كده مش هتعرف تجيبه، مش هتعرف تجيبه، مش هتعرف تجيب ده. طب استخدم انهي قانون بقى يخص جزء الستيل؟ طب ما انا جبت الاتش او جبت الماجنتيك فلكس انتنستي اللي بتمر جوه، فلو ضربتها في اللينس بتاعي كله بتاع الستيل ده، الحاجه اللي تخص الستيل، يبقى انا كاني جبت الام ام اف اللي تخص هذا الشيء بس. طيب مجموع عليها مين؟ الحاجه اللي تخص الستيل مجموع عليها فلكسات مضروبه في الريزيستنسز او اللي هي الريلاكتنسز اللي موجوده تخص مين؟ تخص الاير جاب. يبقى انا هقول عندي الاتش دوت ال الاتش اللي هي 340، والال بتاعتي بكام؟ ال بتاعت الستيل بكام؟ 12. بقول 12 على 100، ليه على 100؟ عشان احولها لمتر، زائد الفاي بتاعتك 0.05 مضروبة في 10 أس سالب 3 عشان هي ملي وبر، ده كده الفاي. في الار جاب او اللي هي الريلاكتنس بتاعت الاير جاب، الريلاكتنس بتاعت الاير جاب هي ايه؟ طول الاير جاب اللي هما الاثنين دول، فهو قايل لك تو اير جابس اتش طوله كذا. خلاص يبقى انا كأني عندي اتنين منه، فيبقى اتنين في 0.2 وده ملي متر، يبقى هضرب في كام؟ في 10 اس سالب 3، وده اتنين ده يخص مين؟ عشان انا عندي اتنين اير جاب، يبقى اتنين من الطول على النيو نود في الكروس سكشن اريا بتاعتي. الكروس سكشن اريا بتاعتي بكام؟ ب2، يبقى في 2 في 10 اس سالب 4. خلاص كده يبقى ده كده الجزء. انا بس احاول افصل ما بين دول عشان بس ده كده جزء كده ايه. خلينا ناخد دي كده على جنب كده شويه. كده فهتروح تطلع القيمة بتاعت الشيء ده، يطلع معاك 120.37، طبعا ده امبير تيرن زي ما اتفقنا. طيب يا شباب احنا ارجع تاني كده اقول لك السيناريو ماشي ازاي. يبقى الام ام اف بتاعتي تساوي الان في الار، او الفاي في الار ايكويفالنت، او الاتش في ال توتال. بس هنا الاتش بتاعتك خلي بالك، الاتش بتاعتك دي برضو جزئيه مهمه، بتختلف او شده المجال المغناطيسي بتاعتك بتختلف جوه الايرن كور عن ما هي جوه الاير جاب. لان انت كنت ممكن تقول لي ما انا اخد الاتش دي اضربها في ال كور زائد ال جاب وخلصت الدنيا، اقول لك لا، ما هي الاتش دي بتعبر عن حاجه اسمها شده المجال المغناطيسي، فشده المجال المغناطيسي بتاعك جوه القلب الحديد غير شدته في الهواء، شدته في القلب الحديد اكتر. خلاص كده فعشان كده احنا استخدمنا الجزء ده كده يخص الستيل فقط، او الاتش اللي انت جبتها دي الاتش بتاعت الستيل فقط مش بتاعت الجسم كله، او مش بتاعت الستيل شامله الاير جاب. طيب يبقى انا جبت الاتش دوت ال ده اداني الام ام اف اللي تخص مين؟ اللي تخص الستيل. يبقى دي كأنها الام ام اف بتاعت الستيل، جمعت عليها الام ام اف
بتاعت الإرجاء. لو عملت حضرتك كده يبقى أنت كأنك طبقت القانون اللي إحنا لسه قايلينه من شوية، اللي هو مجموع الإم إم إفات على لوب بيساوي الصفر. اللي هو إزاي بقى؟ تعالى كده نراجعها مع بعض. الإم إم إف توتال دي الإم إم إف توتال اللي هي بتساوي الإن في الأي إيكوال إيه؟ إيكوال الإم إم إف بتاعت القلب الحديد ده بتاعت الستيل مجموع عليها الإم إم إف بتاعت مين؟ بتاعت الإير جاب ده. كل الحكاية إنك أنت رحت جبت ده كده الإم إم إف توتال اللي أنا كاتبه على الناحية دي الشمال، وهو ده المطلوب على فكرة عندك، هو ده اللي مطلوب عندك في راس السؤال، وعايز الام ام اف توتال. جبت انا بقى الام ام اف بتاع الستيل بطريقة تانية غير اللي هي الفاي في الار بتاعت الكور، او بتاعت الكور بتاع الستيل، لان زي ما اتفقنا الار بتاعت الكور بتاع الستيل مش موجودة، فروحنا استخدمنا القصة بتاعت الاتش لان هو مديني الجدول ده، قلنا الاتش دوت ال جميل زائد مين الام ام اف بتاعت الاير جاب ما فيهاش مشكلة. ليه؟ لان انت معاك طول الاير جاب ومعاك الاريا، كده كده اصلا الميو بتاعتك هي الميو نود، فتقدر تروح تجيب كل حاجه بمنتهى السهوله. طب انت حضرتك طلعت اول مطلوب الام ام اف بتاع التوتال ده، تاني مطلوب عايز منك ايه؟ الميو ار. يبقى السكند ريكوايرمنت الميو ار بتاعي بيساوي قد ايه؟ جميل. انا من العلاقه الظريفه اللي احنا كنا لسه جايبينها، انت يعني وعلى فكره انت ممكن تفكر بيها بكذا اتجاه، بس هو السيكونس بتاع المساله احنا حليناه كده. ممكن تروح الاول تجيب الميو ار وبعد كده تحل بيها الام ام اف، بس انا ما افضلش كده، اشتغل زي ما احنا اشتغلنا. خلينا نشوف الميو ار هتجيبها ازاي. في قانون عندي اللي احنا كنا لسه كاتبينه من شويه، ان البي بتساوي الميو ار ميو نود في الاتش. جميل. احنا لسه جايبين البي، البي قيمتها كام؟ 0.25 تسلا، والاتش بتاعتي كام؟ 340. يعني ده ب 25 من 100 تسلا، والاتش بتاع الستيل اللي انت كنت لسه جبته في اول المسألة بكام؟ ب 340. وحضرتك معاك الميو نود اللي هي 4 باي في 10 اس سالب 7، فانت هتقول ان الميو ار بتاعتك هي بتساوي ايه؟ بتساوي البي على النيو نود في الاتش ستيل بتاعتك، يبقى دي بتساوي 0.25 على كام؟ على النيو نود اللي هي 4 باي 10 اس سالب 7 في ال 340. وهتروح تطلع قيمة الشيء ده يطلع 580 بس كده، يبقى دي الريلاتيف بيرميابيليتي بتاعت السيستم بتاعك او بتاع القلب الحديد بتاعك. طيب يبقى احنا كده جبنا الميو ار. عايز اسالك بقى واقول لك على حاجه كده برضو خليها معاك حضرتك. دلوقتي احنا كنا كاتبين قانون من شويه اللي هو دلتا بي على دلتا الاتش بيساوي الميو، ده حرفيا موجود لو العلاقه دي لينير، بس كده انا شبهتها ان هي لينير، لكن الحقيقه العلاقه دي مش لينير، هي بتبقى شكلها تبقى حاجه عامله كده يعني، بيبقى فيها شويه انحناء، فما بتبقاش دايما الميو بتاعتي دي ثابته، بس كده يعني الكيرف ده دايما بيبقى حاجه كده يعني، ده بيسموه ساتوريشن كيرف بتاع الماجنتيك فلكس دينستي والماجنتيك فلكس انتنستي. هي العلاقة دي فعلا valid لو العلاقة دي linear، لكن العلاقة أصلا في الحقيقة ما تبقاش linear أوي. خلاص؟ فهتلاقي عند كل نقطة، يعني أنت لو خدت يعني أنت ممكن تسأل سؤال، أنا بحاول أجاوب والله على كل الأسئلة اللي ممكن تيجي في دماغك. ليه أنت خدت النقطة دي بالذات البي دي والاتش ستيل دي اللي هي 25 340 ورحت جبت منها ميو ار؟ عشان هي دي اللي هو شغال عندها، هي دي الأوبريتنج بوينت بتاعتك اللي كان الفاي موجود عندها. لو رحت شفت عند الـ 0.3 و380 رحت طلعت ميو، هتقول ان هي البي بتاعتك على 380 هيطلع لك برقم ما،
وبعد كده عايز انت تطلع الميو ار، تاخد الميو اللي انت لسه جايبها دي تقسمها على الميو نود، فتطلع لك حاجه تطلع لك تقريبا ب 600 وشويه، مش هي دي اللي انا شغال عندها. وكذلك عند كل بوينت لو رحت عملت نفس القصه، مش هتلاقي ان الميو ار بتاعتك بتطلع ب 585. ليه؟ السبب تاني عشان الكيرف بتاعي في الحقيقه هو ما بيبقاش لينير. احنا لما عملنا له اسامبشن في الاول، يعني هو ده قد يكون مجازا، لو القلب الحديد بتاعي كبير جدا فبفترض ان هو لينير يعني، وبتبقى العلاقه دي فعلا فاليد، لكن في معظم الاحيان ما تبقاش كده. فعشان كده حضرتك لما تروح تجيب الميو ار لازم تجيبها عند الاوبريتنج بوينت بتاعتي، اللي هي ايه؟ اللي هو الراجل هنا قال لي انا شغال عند فاي معينه، رحت من الفاي دي رحت اول حاجه جبت البي، ومن البي رحت عملت انتربوليشن. طبعا انت كانك بتتكلم في نطاق صغير جدا، انا العلاقه هنا لينير اه بس في نطاق صغير ما بين الاو بوينت 3 وما بين الاو بوينت 2، كان ما حصلش فاريشن كتير، رحت قدرت من خلالها اجيب الاتش. طيب الاتش بتاعتي دي رحنا استخدمناها الاول، جبنا منها الام ام اف توتال، وبعد كده رحت استخدمتها وجبت منها ميو ار. في واحد يمشي المساله بالعكس، انا بحكي لك كل السيناريوهات اللي تمشي في دماغك. حضرتك رحت جبت الاتش ومعاك البي، روح اول حاجه هاتها هي الميو ار، وبعد ما تجيب الميو ار روح هات الار كور اللي هي ال كور على ميو ار ميو نود في الاريا بتاعتي، محدش هيقول لك حاجه. وبعد كده روح هات الام ام اف توتال، تمام، باستخدام القانون ده اللي هو الفاي في الار كور زائد الار جاب اللي احنا كنا بنقول من شويه، ما ينفعش انك تروح تجيب دي كده عشان انت لسه ما كنتش رحت جبت الار كور او ما تعرفش ميو ار بتاعتك بكام. بس انا ما بحبش تمشي بالباكورد ده لان ده متعب خلاص، فانت سكه اسهل ان انت جبت الاتش روح استخدمه على طول، قول الاتش في ال زائد الفاي في الار جي، طلع الام ام اف بتاعتك على طول، وبعد كده روح طلع الام ار، عشان يعني هنا نسبه الخطا اكتر يعني، فاهمني؟ انا بحكي لك كل السيناريوهات اللي ممكن تشتغل بيها. يبقى تاني انا ممكن امشي السيناريو كده اهو، اول حاجه جيت الاتش خدت بالك زي كده فروم البي ان التيبل، وبعد كده جيت ميو ار، بعد كده هات الار سي، بعد كده هات الام ام اف توتال. يعني امشي الموضوع بالعكس، امشي هات اول حاجه مطلوب رقم بي وبعد كده هات مطلوب رقم ايه، ده لو انت عايز تمشي كده. عايز تمشي السكه التانيه فهتعمل الاتي، اول حاجه حضرتك هتروح جيت الاتش ام بي في التيبل او الكيرف يعني بي اتش كده تيبل، خليها بي اتش تيبل مثلا، وبعد ما تجيب الاتش حضرتك تروح تجيت الام ام اف، انك تقول الاتش بتاعت دي الاتش بتاعت الستيل بالمناسبة، فالاتش بتاعت الستيل في طول الستيل زائد الفاي اللي عندي في الريلاكتنس بتاعت الاير جاب. طيب وبعد كده اروح اطلع النيو ار استخدام القانون البي اوبريتنج بتاعتي على النيو نود في الاتش اس تي. فدي ممكن نسمي دي فيرست ميثود، مثلا دي فيرست ميثود انت عايز تمشي بالابروتش ده، في دي السكند ميثود بتاعتك. بس كده كده يبقى انا اديتك مسألة الشيت وحلينا المسألة التانية برضه فيه، واديتك مسألة الميد تيرم، وفي فيديو ان شاء الله تاني هديكوا اللينك بتاعه، مور كويستشنز اند مور انسرز، يعني في مسائل اكتر يعني ان شاء الله تحلوها. ايه بصوا في الفيديو وتحلوها لو انت حد عايز يعني يستزيد او يبص اكتر يعني. شكرا، السلام عليكم.